السلام عليكم متابعي قناة جرو وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ طبعاً في فيديو اليوم راح نرسم شخصية. هاي الشخصية من تأليفي أنا شخصياً، وهي برزت كثير في مانجا الفصل الأول والثاني من مانجا فتاة الأسد، وهي صبرة. طبعاً صبرة راح أقوم برسم وجهها بالخطوات، وخلينا نتعلم كيفية رسمها مشان تتعرفوا على تفاصيلها أكثر. ويلا نبلش. بداية رح أقوم برسم خط عريض بهذا الشكل، رح أقوم برسم خط طويل بهذا الشكل. لما أنا بدي أرسم الخطوط بهاي الطريقة، اعرفوا إنه الأنمي أو الوجه رح ينظر إلينا. رح أقوم برسم العين اليمنى، طبعا عيون صبرة بتكون حادة ومقوصة بهذا الشكل. رح أبعد مسافة بين العينتين. طبعا أنا خملت هذا الخط لاني رح الونه باللون الاسود تخطيط، يعني في قلم التخطيط رح ابلش ارسم بالعين الثانيه بالنظر لهذا الاتجاه بالعين. طبعا احنا رح نرسم فقط وجه صبره. خلينا حاليا هاي الفتره نركز على رسم الوجوه مشان المبتدئين. رسم خط في الأسفل المقوس بهذا الشكل، طبعاً عيون صبرة حادة. وبالمثل للاتجاه الآخر برسم دائرة العين بهذا الشكل، تكون الدائرة. كبيرة نوعا ما. هاي الطريقة. طبعا جفن صبرة يكون عالي شوية نوعا ما بهذا الشكل. طبعا صبرة برزت كثير في المانجا الفصل الأول والثاني، والأغلبية من الفانز يعني أغلبية أحبوا الشخصية كثير كثير. مجرد يعني ما حبوا الشخصية أنا كثير الصراحة تفائلت وشجعت إني أكمل المانجا الفصل الثاني. البداية القصة كانت تجربة، بعدين لما شفت فيها تفاعلات وشفت فيها حماس من الفانز أنا كثير تشجعت إني أكملها. تمام، هيك رسمنا عيون صبرة. رح أقوم برسم الأنف. الأنف بيجي بهذا الشكل، هي كبيرة هيك الأنف بيجي. هذا اسمه صبرة. اقعد. رح أقوم برسم ابتسامة خفيفة أو ابتسامة بهذا الشكل. والشفة في الأسفل بهاي الطريقة. رح أقوم برسم
بدي أعلي الحواجب، الحواجب بكون عاليات نوعا ما ورفاع بهذا الشكل، يعني بعكس حواجب عاد. رح أقوم برسم الحاجب الآخر باتجاه ثاني. تمام، نبعد بس الخطوط شوي. هسه رح اقوم بتحديد مستوى اللحية بهذا الشكل. طبعا الصورة يعني انا ما بنكلها، الصورة طبعا من راسي، بيكون وجهها طويل شوية، عهد بيكون وجهها عريض، طبعا هي بيكون وجهها شوي مطاول بهذا الشكل، انه هذا الاتجاه اعجبني اكثر. حتى نعمله نفسه هيك، يعني يكون مش مستطيل بل بهذا الشكل. طبعا جبهة صبرة بتكون عالية شوية، خلينا نرسم الركبة هذا الشكل. طبعا حكون بعمل خط بهذا الشكل من الأعلى، راح أرفع خط في المنتصف، راح أمده بهذا الشكل وبشكل ملس، طبعا بهود الشعر من هنا شوي، أعمل خطوط هذا الشكل. طبعا هذا الخط هيك بيفصل من هنا الأذن، تيجي رسمها يعني جدا سهل وبسيط. يعني لو مثلا بنكل شخصية منكولة يمكن كان استغرقت معي وقت أزيد، فمشان هيك اللي بيألف شخصية خلص بيكون خبير في رسمها على السريع، زي ما الواحد بيكتب اسمه. هود الخط بهذا الشكل، خط الشعر بهاي الطريقة. تمام، هسه من هنا بنرسم المعطف اللي لبسته بهذا الشكل، بيكون يبين منه شوي. طبعا انا رسمت بداية وجه صبرة، مع الوقت ان شاء الله الواحد بيرسم مع الاجسام. خلينا هيك نبلش خطوة بخطوة مع الجميع افضل. امسح هذول الخطين اللي من هان مشان هذا الشعر اللي داخل جوا المعطف. طبعا شعر صبرة بيكون مالس، بيكون مالس. طبعا اكيد في الوشاح اللي لبسته اللي هو هان بيكون في خطوط بهذا الشكل. تمام، وهيك خلصت الصورة. طبعا أهم شيء إن نقوم بمسح الخطوط الأولية بهذا الشكل. اسمه أح، مش عهد، هاي صبرة. لا صبرة إم عهد، هذه إمها العهد. طبعا رح نقوم هسا بتخطيط الصورة. طبعا بالتخطيط إن شاء الله رح تبرز أكثر، وبعدين بننتقل لفقرة التلوين. مضطرة أن أسرع الفيديو أحكي تسريع.
طبعا انتقلنا لفقرة التلوين. رح اكون بتلوين صبرة، طبعا الوانها بسيطة جدا، بشرتها فاتحة، طبعا هذا لون البشرة وهذا اللون الماركر اللي هو رح يكون ظل البشرة. رح استخدم الماركر لتظليل البشرة، بيكون لون سكني عبيج، هيك لونه غريب. طبعا الشعر اكيد رح يكون لونه بني، وبالنسبة لهذا اللون اللي هو كمان لون الشعر البني الغامق والفاتح، هن رح اختارهم اللونين هذول. بالنسبة للون معطفها، لون معطفها بيكون باللون العنابي. خلينا نكون بتلوين الصورة، خلينا نشوف كيف النتيجة النهائية راح تكون. وهيك خلصت رسمة صبرة، بتمنى انها تنال اعجابكم وترسموها بالخطوات، بسيطة وسهلة. طبعا الاغلبية بيحكي انه صبرة بتشبه عاد، بس انا مش شايفة هالشبه يعني بين عهد وبين صبرة، الا قصة الشعر المامي، يعني برضو شيء طبيعي انها والدتها تكون تشبهها. شخصية صبرة شخصية رائعة جدا جدا، وأنا شخصيا يعني حبيتها كثير 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 وتعمقت فيها، يعني أكثر من حتى أنا صح أني بتعمق في أغلبية الشخصيات اللي أنا برسمهن، لكن شخصية صبرة عندي شخصية استثنائية جدا. بشعر أنها يعني لأني أول وحدة حطيتها في راسي وألفتها هيك، زي بعرف الشيء حبيتها من ضمن الشخصيات المفضلة في المانجا عندي. إن شاء الله إن شاء الله رح نقوم برسم بقية الشخصيات الأخرى. طبعا في الفيديو القادم إن شاء الله رح يكون رسم شخصية ميهوب وهو زوج صبرة. طبعا ميهوب ما حدا بطيقه لأنه شرير شوية في المانجا، لكن رح أرسمه. هو شخصيته الصراحة رائعة جدا، يعني أنا حبيت شخصيته بالأخص، يعني المميز فيها إنه
كثير يعني كثير هيك جكم فيها وبظلوا متعصبين. فأنا بحب أرسم الشخصيات الشريرة، عندي هوس في رسم الشخصيات الشريرة، فمشان هيك في الفيديو القادم إن شاء الله تستنونا على خير في رسم شخصية ميهوب، وهو ميهوب طبعا بيكون والد عهد في القصة. وهيك أنا رسمت صبرة، بتمنى إنها تنال إعجابكم، وبتشكر بعدين أنا بشكر كثير كثير جميع الفانز اللي حبوا مانجا فتاة الأسد وتفاعلوا فيها، يعني صدقا يعني عن جد يعني لو ما تفاعلكم كان أنا يعني ما بلشت في القصة في الجزء الثاني، بس من كثر كنت أجرب تجربة أولى إذا جابت تفاعل المانجا فرح أعمل جزء ثاني، وما شاء الله التفاعل كثير كثير بلش في المانجا، فمشان هيك تحمست إني أعمل الجزء الثاني، وإن شاء الله أنا على خير رح أبلش كمان في الفصل الثالث. أنا حالياً يلا اللي بيسألوني عن الفصل الثالث من مانجا فتاة الأسد، أنا حالياً قاعد بكتب في القصة، يعني لأنه القصة شوي معقدة، بركب شغلات بشيل شغلات بحط شغلات. المقدمة القصة أنا رسمت أول ورقة رسمتها في برنامج كليب استوديو، وطبعاً هذا أكثر شيء يعني بقدر أقدمه في الفيديو. بتمنى أنه ينال إعجابكم، وقناة جروة أبدع مستمر إن شاء الله، وأنا كمان بشجعكم فانز إنكم تصمموا شخصيات من خيالكم الخاص. يعني احنا عادة بننقل شخصيات مشهورة، بس هذه الشخصيات المشهورة هي من تأليف اشخاص، فمشان هيك احنا كمان اشخاص وناس وبنفكر، فبإمكاننا ان نألف شخصيات الخاصة فينا. طبعا هيك وصلت لنهاية الفيديو، ما تنسوا توقيعكم الفني بكل لوحة بترسموها. أنا اسمي هيا، وأيضا إن عجبتكم قناة جروة أبدع لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليأتيكم كل ما هو جديد، وعسى أن نلتقي في فيديوهات أخرى أصدقائي، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير وسلام. نوصل أهلنا.